ما تفتكرش حضرتك وحضرتك وما تتريقوش عليا او تتريقوش على المذيع يعني لما يقول لكم انه في اقتراح اتقدم على مستوى رسمي انه يبقى في فرشه سنان على كل بطاقه تموين، ويا ريت ما تبقاش فرشه سنان واحده، يا ريت تبقى فرشه سنان لكل واحد متأيد على بطاقه التموين. يعني لو فيه اربعه متأيدين على بطاقه التموين يبقى فيه اربع فرش سنان، بعدد اللي متسجلين على البطاقه يبقى فرش سنان ليهم. ده اقتراح من الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، ووجهه لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصلحي إنه يبقى نوع من التوعية بأهمية المحافظة على الأسنان. ليه أنا بقول لحضرتك وحضرتك ما تتريقوش أو ما تشوفوش إن الموضوع ده سهل وبسيط؟ أنا مريت بتجربة شخصية تخص والدتي، إنه ممكن السنان دي تضرب في لحظة وتبقى مضطر تعمل فيها عمليات كبيرة جدا جدا جدا، ويبقى فيها الألم رهيب. يعني أنا لولا أنه أنا بينجدني صديق شخصي، لولا أنه هو بينجدني دكتور عبد العظيم، ما كنتش هبقى قادر أتعامل. وجع السنان ده إحنا بنطنش وما هي بتقطو، ما هي بتكسر أهي، وبعد كده ما تعرفش كمية الأمراض والمتاعب اللي ممكن تسببها لك سنانك. ومفيش حاجه زي الطبيعي، يعني يقول لك ركب بقى تركيبات واعمل وبتاع، في الاخر خالص في اخر الخط ربنا يدي الجميع طول العمر والصحه، يعني الطبيعي الاصلي اللي عندنا ده لما نحافظ عليه لا يعني مفيش قيمه لاي حاجه ثانيه زيه، ولا في حاجه زي اللي خلقها ربنا. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يصححه لي او يكمل عليه الدكتور ايهاب هيكل. برحب بحضرتك معانا يا فندم النقيب العام لاطباء الاسنان. اهلا استاذ شريف. هو فعلا الموضوع ممكن يبدو ان هو كوميدي او سخريه، ممكن حد يتريق ويقول لك فرشه سنان ايه يا عم بالظبط. لا انا متاكد من كده، يعني ده طبيعي، بس الفكره كلها كالاتي. يعني هحكي لك بس قصه بسيطه كده. كنا مره في احد المؤتمرات خارج مصر، وكان معنا مجموعه من اطباء الاسنان، ومرينا على بوت بتاع احد الشركات المشهوره بره في الفرش والمعجين، مش موجوده في مصر كانت. ايوه. المهم لينا صديق منهم احد الاطباء وقف قدام الشركه وقعد يشتري لاولاده فرش وحاجات كتير جدا للوقايه. فواحد من زملاتنا التانيين بيقول له طب انت ليه بتجيب لهم، فما في فرش موجوده في مصر رخيصه وبتاع، ليه بتجيب الكلام ده؟ قال له انا بستثمر في اسنان اولادي، انا هدفع لهم بسيط لكن على المدى الطويل بوفر لهم الوف هيدفعوها بعد كده. هي الفكره كلها بالنسبه لي مش بس موضوع كده، ده موضوع خاص. ان ليه الوزاره عندنا او ليه الحكومه عندنا ما تستثمرش في نفس الموضوع؟ لان اللي عندهم بطاقات تموين دول ناس ما بتشتريش فرش اسنان اصلا، لانه بدل ما يشتري ب 50 60 جنيه فرش اسنان لاسرته كل شهر ثلاثه، يقول لك اجيب بيهم كيسين مكرونه ولا رز ولا اي حاجه كده للاكل. مفهوم. فبالتالي الناس دي هي اللي بتروح تتعالج على نفقه الدوله في وزاره الصحه. يعني يعني حطهم اصرفهم في التموين بدل ما تصرفهم في وزاره الصحه علاج بعد كده. اللي اقصد ان ان الحكومه نفسها لو استثمرت في هذا الامر مبالغ بسيطه دلوقتي، هي بتوفر مئات الملايين بتصرفها بعد كده على علاج نفس الناس دول اللي هم صحيح. كان ممكن معاهم. وده زي ما بيحصل دلوقتي ان في حملات كان الرئيس عملها، حملات رائعه بتاعت 100 مليون صحه وحملات فيروس سي وغيرها، اتصرف فيها مئات الملايين. طب كان ايه الهدف منها؟ ان يبقى في مواطن صحي منتج، وان صحيح. احنا بنوفر على الدوله مئات الملايين اكتر منها، يعني اضعاف المبالغ دي في علاج الناس دول نفسهم. يعني زي ما بتعمل انت مثلا ممكن في فتره كورونا بتصرف مثلا مصروفات كبيره لو الدوله صرفت فيها مثلا للوقايه للمطهرات، الحاجات دي كلها ما بتوفر فلوس علاج واسره ومستشفيات عزل وحاجات زي كده. فهي الفكره كلها ان الوزاره نفسها تستثمر. طب دي هتيجي منين اصلا؟ او الحكومه تستثمر يعني. الناس طبعا لما يكون عندها الفرش متوفره هيستخدمها على الاقل، يعني مع بالظبط مع الاضافه طبعا لحملات توعيه من عندنا ومن وزاره الصحه ومن. طب هل يعني حضرتك تقدمتوا بالاقتراح ده؟ هل تواصلتوا مع وزاره التموين فعلا؟ هل لمستم؟ بعت من اسبوعين بعت الدكتور مصلحي كمقترح كده، وقلت كمان ان ممكن شركات اللي بتنتج الفرش في مصر نفسها ممكن تقوم بتقديمها. صح، ممكن تقديمها مجانا كنوع من المسؤوليه المجتمعيه، ويتعمل لهم بقى اي اعفاءات ضريبيه او غيره، او تنتج لهم. انت لما بتروح الاجزخانه ساعات يعني ساعات بيبقوا هم اصلا شركات المستحضرات الطبيه بيحطوا هدايا عينه انبوبه معجون سنان صغيره كده، ولا اللي هو الباكت ده ومعاه وملزوق في فرشه، فده ممكن زي ما هو كده يتسجل، هم يساهموا بده ويحطوه على البطايق. وبعدين هو هيتصرف كل شهرين ثلاثه، لان الفرشه هتقعد مع الواحد كل شهرين ثلاثه. ممكن الفرش تتعمل بسعر حتى التكلفه، لان الشركات بالنسبه لها ده مش
دي مش مبيعات رايحه دي، هي كانت مبيعات ما كانتش موجوده لان هم مش بيبيعوا للناس دي اصلا. مفهوم. فكده هي حاجه اكسترا بتزود في الانتاجيه بتاعتهم حتى لو بالتكلفه. مفهوم. هي الفكره الهدف انا بوفر فلوس للدوله مش بس للمواطن ان هو يوفر اللي ممكن تصرفه دلوقتي بتتفادى صرف اضعافه في الصيانات اللي بعد كده دي على مستوى الدوله، على مستوى وزاره الصحه اللي هتقدم الخدمه دي. مفهوم. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم سياده النقيب دكتور ايهاب هيكل. انا جيت انا اول مره اروح فيها لدكتور سنان بره مصر لما كنت عايش بره يعني، خدت كلمت في التليفون.